السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم طلاب الأعزاء، طلاب قناة شوية إنجليزي. النهاردة بإذن الله مع بعض في الحلقة الثالثة من حلقات سمر كورس. أتمنى أنك تكون شفت الحلقتين اللي الأولى والثانية قبل ما تدخل في الحلقة الثالثة. امشي معايا بالترتيب بحيث أن المعلومة توصل لك مترتبة وواضحة وكاملة. طبعا احنا خدنا الحلقة الأولى السبجكت اللي هو الفعل بتاع الجملة. تاني حلقة أخدناها مع بعض كانت الفعل بكل اشكاله، والفعل ان هو بيحدد زمن الجمله، وخدنا كل حاجه تخص الفعل في الحلقه الثانيه. النهارده باذن الله هناخد الكومبلمنت اللي هو المكمل او تكمله الجمله. هشوف انا لما احط فاعل واحط فعل ايه اللي ممكن يجي بعد كده. الحلقه النهارده خفيفه وظريفه وجميله، فيعني تقبلها كده بروح حسنه بحيث انك تفهمها بسرعه جدا معنا، مش هناخد فيها وقت باذن الله. قبل ما نبدا اعمل اشتراك في القناه، فعل زر الجرس، سيب لي كومنتس واي حاجه انت محتاجها، وانا باذن الله هرد عليك. الكومبلمنت مكمل الجمله، يعني بص كده معايا، انا قلت المكمل هو باقي الجمله. بعد ما تحط فعل اي وبعد ما تحط فعل بوت هيبقى لك باقي الجمله. باقي الجمله ده ممكن يكون ايه؟ تعالى هناخدهم واحدة واحدة. قال لي باقي الجملة دي يعني مثلا I bought، أنا اشتريت. فين باقي الجملة؟ أنت اشتريت إيه؟ Some fruit، بعض الفاكهة. Yesterday، أمس. ف some fruit هنا ده المفعول، يعني شيء غير عاقل، و yesterday ده ظرف زمان، حاجة بتدل على الوقت وبتدل على وقت حدوث الفعل. تمام جدا. بعد كده قال لي المكمل ده ممكن يكون صفة، تمام، وممكن يكون صفة وبعض الصفة كمان اسم. وهنا الصفة بتصف مين؟ الصفة بتصف الفاعل، وتأتي بعد أفعال الربط. ازاي مثل الكلام ده؟ كلام العربي بيبقى طويل كبير ما بقدرش افهمه قد ما تحطيلي مثال انجليزي. يعني مثلا لو قلتلك ان she is tired، هي بتكون متعبة، ده ترجمتها حرفيا. طب معناها ايه؟ هي متعبة، كويس جدا. طب she دي ايه؟ ده الفاعل، ضمير فاعل، واز ده فعل اللي هو الverb to be في الشكل المضارع بتاعه. طب وtired؟ طيرد متعب، دي صفة، يبقى فاعل فعل صفة. ادي اول حاجة احنا اتكلمنا عليها، ان يكون المكمل صفة. طيب عمر looks happy، عمر يبدو ان هو سعيد. فين الفاعل؟ عمر. فين الفاعل؟ looks. زمن الجملة هنا ايه؟ مضارع بسيط. happy سعيد، نوعها ايه؟ نوعها صفة. لما اقولك my mother الام grow old، بتنمو بتكبر، فكلمة my mother ديت الفاعل، grow دي الفعل، old دي صفة. تمام. سما، البت سما got angry، سما بقت angry غاضبة، فاعل فعل صفة. ايه هي الافعال اللي لما اشوفها ابقى عارفة متأكدة ان اللي جاي بعدها صفة؟ حاطط حلقة هي عشان تبقى معاك، عشان الصورة كلها كاملة معاك. الverb to be اللي هو ايه؟ اللي هو am و is و are مضارع. ايه تاني؟ was were ماضي. ايه تاني؟ has و have been مضارع تام. has و have being وتصريف تالت، يبقى ده مضارع تام مستمر. او has و have been او being او might have been، برضو ده احتمالية في المضارع التام، يبقى ده مين؟ ده الverb to be. ممكن يكون فعل اسمه become، اصبح، بتساوي كلمة get اصبح، بتساوي كلمة grow اصبح، تو كلمة turn أصبح. يبقى أربع أفعال بمعنى أصبح. seem يبدو، بتساوي appear يبدو، sound يبدو، look يبدو. طب كلمة remain يظل ويبقى، feel يشعر، smell يعني يكون رائحة، و taste يكون مذاق. يبقى أنا عندي الأفعال دي كلها أفعال بيجي بعدها الصفة. رقم ثلاثة، يمكن أن يكون المكمل اسم بيعرف الفاعل أو صفة بتصف الفعل. يعني ايه اسم يعرف؟ تعالى ونهديك المثال بالانجليزي تفهم على طول. علاء او الاء از ا دكتور، بيكون دكتور. طب الاسم هنا ايه؟ او الفاعل علاء، الفعل از، مكمل الجمله ا دكتور. ا دكتور دي جايه تعرف مين؟ تعرف علاء. يبقى عايز اقول لك ان علاء از ا دكتور، بشاور على واحد وبقول له علاء از ا دكتور. يبقى انت كده المكمل بتاع الجمله جاي يعرف فاعل الجمله نفسه. طب لما اقول لك علاء از ا كليفر دكتور، يعني انا ما قلتش دكتور بس، ده انا قلت كليفر دكتور، يعني دكتور شاطر. يبقى هنا انت جبت صفه
وبعد الصفة اسم، وخلي بالك الصفة دي بتصف كلمة دكتور، وكليفر دكتور على بعضها بتصف مين؟ بتصف آلاء أو بتصف علاء. يبقى أول حاجة المكمل ممكن يكون صفة، المكمل ممكن يكون اسم بيصف الفاعل، المكمل ممكن يكون اسم وصفة والاتنين بيصفوا برضو مين؟ فاعل الجملة. النقطة اللي بعدها ممكن المكمل يكون مفعول، والمفعول ده يا إما ممكن يكون اسم أو صفة واسم، أو ممكن يكون عبارة اسمية. بتديني الكلام بالعربي يا مس أنا ما بقدرش أفهمه، اديني مثال بالإنجليزي دخليلي المعلومة على طول. بص يا سيد، اي دي مين؟ ده الفاعل. وبوت ده مين؟ الفاعل. الماضي من مين؟ الماضي من باي، بمعنى يشتري. رائع. طيب اي بوت كار، انا اشتريت سياره. سياره دي ايه؟ ده اسم جماد. طيب يبقى هنا المكمل ممكن يكون مفعول، والمفعول ده نوعه ايه؟ ممكن يكون اسم. قال لي ممكن تكون صفه واسم، بدل ما اقول اي بوت كار قلت اي بوت ا نيو كار، اشتريت عربيه جديده، يبقى صفه واسم. I bought a large new car. دي كلها كده ايه؟ كبرت مننا يا مس، فبقت عبارة اسمي. تمام كده؟ تمام كده. اللي بعد، يمكن ان يكون المكمل احد ضمائر المفعول. بمعنى ايه؟ عارفين ضمائر المفعول؟ اه يا مس عارفين. ال I me، ال he him، ال she her، ال it it، ال you you، ال we us، ال they them. وممكن يكون كلمة one اللي هو معناها فرد او مرء. تمام. دول مين يا مس؟ دول ضمائر المفعول. بيجوا منين؟ بيجوا من ضمائر الفاعل. طب ايه اللي جاب ضمير المفعول هنا؟ عايز اقول لك ان ممكن يكون ضمير المفعول ده هو مكمل، ضمير مفعول صغير ممكن يكون مكمل. اي ان اولد فريند، صديق قديم، كولد مي، ناداني. يبقى كولد نده على مين؟ مي، نده عليا انا. طب ان اولد فريند ده الفاعل، طب وكولد ده الفعل، ومي ضمير المفعول. اللي بعده، My friends، أصدقائي، have arrived، وصلوا، I will welcome them، I will welcome them، رايح أرحب بيهم. فزيم دي إيه؟ دي هنا يا مس المفعول، ونوعها ضمير مفعول. خلصنا كده من النقطة دي. اللي بعده، قال لي ممكن يكون المكمل جار ومجرور، يعني حرف جر واسم. مستر محمد lives، بيعيش نصوان، أدي إن وده الاسم، يبقى نصوان. اللي بعدها، عبد الرحمن plans، بيخطط to get married، انه عايز يتزوج next year، العام القادم. ففين يا مس هنا المفعول؟ to حرف جر و get married next year، دي كلها تعتبر الاسم المجرور بعد to. اللي بعدها، باسم works، الواد باسم بيشتغل as a police officer، ادي as حرف جر و police officer ضابط شرطة. ويبقى ان هنا قلنا ان المكمل ممكن يكون جار ومجرور، حرف جار ويجي بعده النون الاسم. يمكن ان يكون المكمل ظرف، يا زمان يا مكان. ظرف زمان اللي هم يمس yesterday، today، tomorrow، اي ظرف بيدل على الزمن. طب ظرف مكان بيدل على المكان. I have always lived here، انا متعود ان انا اعيش هنا. طب اللي بعده، she arrived yesterday، هي وصلت yesterday امبارح. فهنا هقول لك ان here مكانها ايه هنا؟ مكانها هنا مثل المفعول المكمل، ونوعها ايه؟ ظرف مكان. طب yesterday برضو مكانها هنا المكمل او المفعول بتاع الجملة، نوع الكلمة نفسها ايه؟ ظرف زمان. اللي بعده بيقول لي يمكن ان يكون المكمل ده ظرف الكيفية. يعني ايه ظرف كيفية؟ مثل ظرف بيصف كيفية حدوث الفعل، يعني ظرف جاي يصف مين؟ الفعل نفسه. اديني مثال، this old man، دي كلها على بعضها يا باشا زي ما احنا متفقين الفاعل، walks بيمشي، slowly ببطء. طب تيجي نترجمها، يمشي الرجل العجوز ببطء. يعني لما اجي اترجم من انجليزي لعربي يا مس ابدا بالفعل، طب لما اجي اترجم من 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 عربي او I'm sorry من عربي الانجليزي، ابدا في الانجليزي بالفاعل زي ما احنا متعودين هنا في الجمل اللي بنقابلها. طيب she didn't sleep well، ما نامش كويس، فويل دي ايه؟ ظرف الكيفيه. كريم studies hard، بيدرس بجد، ده ظرف ايه؟ الكيفيه. يبقى انا عندي ظروف اسمها ظروف الكيفيه. خدت 8 نقاط عن مكملات الجمل، وهكمل معاك باذن الله. بيقول لي ليس بالضروره في كل الحالات ان يكون في هناك مكمل للجمله. ليه يا مس؟ لو تفتكر معايا كده امبارح في الحلقه بتاعت امبارح، قلنا ايه؟ قلنا ان انت عندك حاجه اسمها فعل لازم. يعني ايه فعل لازم؟ يعني فعل ممكن يجي بدون ما ياخد مفعول.
يعني يا مس هيبقى عندي فاعل وفعل واقتصر على كده بدون مكمل. الله ينور عليك، هي دي النقطه اللي انا عايزاها. يبقى ذا بيبي الطفل هاز سليبت نام. طب هاز سليبت ده ايه؟ ده الفعل بتاع الجمله. فين مكمل؟ مفيش. ليه؟ لان سليب هنا فعل لازم. اللي بعدها مستر اشرف didn't arrive. مستر اشرف ما وصلش، فمستر اشرف ده ايه؟ الفاعل. طب didn't arrive ده الفعل. فين المفعول؟ فين المكمل؟ مفيش. ليه؟ لان arrive هنا فعل. ماله يا شباب الفعل ده لازم يا مس؟ لو تفتكر احنا كنا قلنا اولا في اول حلقه الجمله المبنيه للمعلوم، هكمل بقيه الحلقه النهارده واقول ثانيا الجمله المبنيه للمجهول. جمله بسيطه مبنيه للمجهول ده معناها ان الفاعل مش معلوم، يبقى الفاعل مجهول. اسمها ايه بالانجلش؟ passive simple sentence. passive simple sentence بناء الجمله للايه؟ للمجهول. لما تكون الجمله مبنيه للمجهول فانا هبدا بالمفعول، احفظها معايا. جمله المبني للمجهول تبدا بالمفعول. هقولها كمان مره، جمله المبني للمجهول تبدا بالمفعول. وبعد كده بجيب الفيرب تو بي والتصريف التام، وبنجيب الكومبلمنت اللي هو مكمل الجمله. ذا ماتش الماتش واز بلايد لعب ان كايرو ستاديوم في استاد القاهره. سم ماني بعد الاموال هاز بين سبنت صرفت on clothes في الملابس. دي ايه؟ دي جمل مبنية للمجهول in the passive structure في تركيبة المبني للمجهول. هيديني شوية جمل والزمن بتاعها ونحولها من معلوم لمجهول. ممكن اقولك ان دول ياخدوا مني بالظبط 5 دقايق وانهي الحلقة بإذن الله. بل الشورتس اللي هتنزل بعد الفيديو ده هتكون يعني الشورتس اللي هتنزل لك ان شاء الله النهاردة بالليل هتكون ايه؟ هكون يعني تقيله شويه لان يعتبر الحلقه بسيطه، فانا هنزل لك ايه شورتس تقيله شويه كلمات ومشتقات تقدر تحفظها عشان نقوي الدكشنري بتاعك. نرجع لكلامنا تاني، لو عندي زمن مضارع بسيط بيكون من ايه؟ فاعل اللي هو اي والوي واليو زي مصدر الفعل، الهي والسول ات، واي فعل مفرد او اي فعل مفرد بنحط الفعل اس اي اس اي اس. فهنا هي اهيت، فبالتالي الفعل اتحط له اس. فيجيتابلز هي سيلز هو اشترى فيجيتابلز خضروات. فين المفعول؟ فيجيتابلز. انزل بالمفعول يبقى فيجيتابلز. مفرد ولا جمع؟ مفرد. ياخد ار ولا واز؟ ار ولا اس؟ هياخد ار. طب ليه خدت ار ما خدتيش وير يا مس؟ لان الفعل الاساسي عندي هنا مضارع بسيط يبقى ار. والتصريف الثالث من سيل سولد يبقى فيجيتابلز ار سولد، يبقى كده الخضروات اشتريت والموضوع انتهى. طيب اللي بعدها he is selling vegetables هو بيشتري خضروات. طب تمام جدا، فين المفعول؟ vegetables. زمن الجمله عندي ام ويز وار الفيرب مضاف له ing، مضارع مستمر يا مس، احنا بقينا ما شاء الله مدرسين. يبقى ام ويز وار الفيرب مضاف له ing مضارع مستمر. vegetables مفرد ولا جمع؟ جمع. تاخد ار ولا از؟ تاخد ار. وعشان هنا الفيرب مضاف له ing هجيب being، وتصريف ثالث من الفعل الاساسي يبقى sold. يبقى vegetables are being sold أو are being sold. vegetables are being sold. اللي بعده he has sold vegetables. ده ايه؟ مضارع تام يا مس. has و have تصريف ثالث مضارع تام. يبقى يلا نقول vegetables الخضروات. جمع ولا مفرد؟ جمع يا مس. هاخد have ولا has؟ have يا مس. يبقى have been sold. اللي بعدها he sold vegetables. ده ماضي ايه ده؟ ده ماضي بسيط. يبقى vegetables هاخد was ولا where؟ where يا مس. وتصريف ثالث يبقى sold. المبني للمجهول باذن الله يكون له حلقه تانية كامله بازمنته، بس هنا يعني عشان جاب لك الجمله المبني للمعلوم كان لازم يذكر الجمله المبنيه للمجهول. طيب الماضي المستمر بيقام من واز وفيرب ضاف له ing. he was selling vegetables. طب vegetables was ولا where؟ where، لان vegetables جمع. وهجيب الفيرب being تعويضا للاستمراريه، و sold تصريف تام. he had sold vegetables هو اشترى vegetables خضروات. فيلا نبدا بفيجيتابلز خضروات، وانا عندي هاد سولد ماضي تام، فبالتالي هتبقى هاد بين سولد. ليه هنا بين؟ لان اصلا هاد لازم يجي بعدها تصريف ثالث، فهتبقى هاد بين سولد. اللي بعد كده مستقبل بسيط هي ويل سيل فيجيتابلز، هي سوف تشتري او سيل يبيع او يشتري فيجيتابلز. فهنقول فيجيتابلز الخضروات. انا عندي هنا ويل والمصدر، يبقى ويل ولازم يجي بعدها مصدر يبقى بي، وتصريف ثالث من سيل سولد. هي ويل هاف سولد فيجيتابلز هنا مستقبل بس تام، هبدا بالمفعول فيجيتابلز واقول ويل وهاف
ولازم اجيب been عشان اكد لك ان الجملة مبنية المجهول، وبعد كده solved. لحد هنا اقدر اقولك احنا خلصنا حلقة النهاردة، خلصت في حوالي 14 دقيقة. ما تنساش تعمل اشتراك في القناة، تفعل زر الجرس، تسيب لي كومنتس باي حاجة انت محتاجها، تشير القناة لكل اصحابك ودفعتك، ادخل اشترك في جروب التليجرام. بتمنى لكم عام موفق باذن الله طلاب المراحل الثانوية. دمتم بخير والسلام عليكم.